شارع الأسبوع من مصر. وأول سؤال، أكتر فيلم بتحبه الفنان الجميل المخرج خالد يوسف إيه؟ هو أكتر فيلم بحبه لخالد يوسف ممكن ورئيس عمر حرب. لا هو والله في أفلام كتير جدا يعني أنا عن نفسي بفضلها دي، بس أكتر حاجة كف القمر عندك وفي دكان شحيتة، يعني دي الاثنين ذا بيست يعني لخالد يوسف. كل أفلام خالد يوسف بتناقش قضايا كتيرة جدا موجودة طبعا في وقتنا الحالي، بس أكتر فيلم بعتبره فعال أكتر وبيناقش قضايا واقعية أكتر هو دكان شحيتة. أكتر فيلم بحبهم يمكن حين ميسرة وممكن ويجا برضه. أكتر فيلم أحبه خالد يوسف ويجا. خيانة مشروع. فيلم العاصفة. خيانة مشروع وويجا. أكتر فيلم بحبه المخرج خالد يوسف حين ميسرة. أكتر فيلم لخالد يوسف كان عمر رئيس عمر حرب طبعا. بس هو حضرتك هو أكتر فيلم خالد يوسف هو عمله هو كان حين ميسرة، لأن هو كان قصته حلوة يعني، كانت بتدف لحاجة يعني لآخره، كان بيتكلم عن قصة يعني. أكتر فيلم بحبه المخرج خالد يوسف كف القمر. هو المخرج خالد يوسف عامة يعني هو مبدع، مخرج مبدع جدا وأفلامه كلها حلوة، بس يمكن أكتر فيلم بحبه مثلا دكان شحاتة وهي فوضى برضه جميل جدا، في أفلام كتير يعني ليه حلوة. أما سياسيا فرأي الشارع بالمخرج خالد يوسف بالسياسة جاء كالآتي. عايزين نعرف من حضرتك رأيك إيه في اتجاه المخرج خالد يوسف للسياسة؟ طيب هو أولا إن السياسة لها نزهة، والسياسة في الواقع حرفة، ما ينفعش واحد يغير حرفته ليدخل إلى حرفة أخرى بدون خلفية. خالد يوسف مخرج وقد يكون مخرج ناجح تمام، ولكن لا يجب أن يندرج في السياسة، ولكن إذا أراد أن يوثق الأحداث الجارية كوثائق سينمائية فعليه أن يأخذها من أصحاب الحرفة السياسية ولا ينزل لميدان السياسة بنفسه. وأنا شايف أنه أي إنسان دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها من حقه يتكلم في السياسة، والناس دلوقتي بقى يتكلم في السياسة صبح ليه بتتكلم في السياسة، فإنه يتكلم في السياسة أو يعبر بأفلامه عن السياسة أنا شايفه دي حاجة كويسة، إنه يوعي الناس اللي مش فاهمة أو الناس بتتكلموا بس وهي مش فاهمة. أنا رأيي إن خالد يوسف ابتعد كتير أوي عن السينما، بقى اتجه للسياسة بس مش مبين موقفه، يعني أنا حاسس إن موقفه مش فاهمه، يعني مش فاهم مع إيه ولا مع إيه ولا مش عارف. هو مخرج عبقري، هو عمل فيلم زي حين ميسرة كان بيعبر فعلا صح عن الشعب ماشي، واتجاهاته للسياسه ده شيء طبيعي. هو استاذ خالد يوسف طبعا استاذ كبير يعني، وكان بيصور بالهليكوبتر ده اللي احنا كنا عارفينه اثناء ثوره 30 يونيو، ان هو كان في الطيارات وكان بيصور بالهليكوبتر، فانجاز كبير برضه، عمل حقق انجاز يعني. استاذ خالد يوسف مخرج عظيم يعني، استاذ كبير يعني. هو انا من وجهه نظري ان الفنان عامه يعني بيبقى جزء من الشعب، وحتى يعني افلامه كلها تبص لا جايه من الوسط الشعبي والبيئه والحاره والشارع والزقاق والمداء، فهو يعني لازم يكون مشارك في عمل سياسي، لانه العمل السياسي ده لو هو عاش فيه يعني ونبضه وصل له هيقدر يشتغل كفن ليه ارقى.